ألف ألف مبروك لمصر النهاردة، ميداليتين برونزيتين الحقيقة، هدايا ملاك وسيف. الحقيقة الاتنين عاملين حاجة رائعة جدا 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 جدا، وكلنا سعداء وكلنا مبسوطين باللي بيعملوا المصريين في اليابان. عندنا شوية مشاكل وعندنا، بس أنا غالبا ما بحبش أتكلم دايما في المشاكل، لأنه في النهاية عندنا نقطتين مضيئتين في البعثة المصرية الحقيقة نقدر نتكلم عنهم. والمناسبة غير ان احنا هنتكلم عن هدايا ملاك وعن سيف موسى، عايز اقول لحضراتكم ان ايضا في سلاح سيف عيسى، انا اسف، في سلاح الشيش ايضا عندنا ابطال عملوا اللي عليهم وتألقوا بشدة في سلاح الشيش، ولكن تشاء الظروف ان هم بيقابلوا رقم واحد ورقم اتنين في العالم الحقيقة. فهنتكلم عن النقاط دي كلها، ولكن انا عايز احكي لحضراتكم حكاية هدايا ملاك. وشمعنا حكاية هدايا ملاك؟ لانه انا طول النهار مبسوط وسعيد زي اي مصري الحقيقه. قد ايه كنا مبسوطين النهارده بالميداليتين البرونزيتين؟ مبسوطين بيهم وكل حاجه، ولكن هدايه تحديدا عندها حكايه لطيفه جدا، ومش لطيفه، هي حكايه ملهمه، ملهمه لكل المصريين ولكل الشباب المصريين. عارفين حضراتكم انا كنت بشتغل في قناه تانية قبل قناه الاهلي، والحقيقه كانت معايا هدايا على الهواء مباشره بعد ما خدت الميداليه السابقه في البرازيل، في ريو في البرازيل، وعرفت قد ايه شخصيه محترمه وشخصيه طيبه وشخصيه بتقدر تصل لمنصات التتويج بشيء من الصبر والاجتهاد، وهو ده اللي عملته. تخيلوا حضراتكم ان هدايا ملاك من 4 سنين ما كانتش لسه اتجوزت، فتخيلوا حضراتكم خلال ال4 سنين دول هي اتجوزت وقعدت سنة ونص تقريبا مصابة عندها كسر في رجليها، وبعد السنة ونص قعدت حوالي شهر ونص شهرين كان عندها كورونا، وأثناء كل ده بتصل إن هي في هذا في دورة الألعاب الأولمبية الحالية إن هي على الأقل تحافظ على الميدالية البرونزية اللي كانت واخدها في ريو من 4 سنوات. وناس كتيرة وأنا شايف إن بعض الناس بتتكلم إن هي ما عملتش حاجة، وإن هي من 4 سنين خدت برونزية والنهاردة خدت البرونزية برضو، وبالتالي ما عملتش حاجة. لا، صراع كبير جدا ما بينها وما بين نفسها خلال ال4 سنين اللي فاتوا، لأنها زي ما قلت لحضراتكم حكاية كويسة جدا وحكاية ملهمة للشباب. اصبر واجتهد، في الآخر هيجي لك الصبر، وهيجي لك الصبر اللي انت عملته ده هيجي لك في مكافأة. المكافأة كانت الميدالية البرونزية المصرية من هذه الملاك الحقيقة للكل بيحبها، لمجرد ان هو بيشوف وشها كده تحس ان هي واحده مننا، قريبه مننا، ضحكتها جميله وانسانه لطيفه جدا وشخصيه محترمه جدا جدا جدا. فالكلام اللي احنا بنقوله ده لانه هدايه تستحق الحقيقه 4 سنوات من العمل المتواصل ومن التعب الكبير جدا عشان خاطر العلم اللي هي شايلاه، علم مصر الحقيقه. فالف الف مبروك لهدايه، سنه ونص من رجلها اتكسرت، فقعدت سنه ونص، تخيلوا خلال ال4 سنوات دول، سنة ونص بره الموضوع، أو ال5 سنوات دول، 4 سنوات، سنة ونص منهم كانت رجليها وجعاها ومكسورة وبعيدة عن التمرين وبعيدة عن كل حاجة، وبعد كده اتجوزت وبعد كده كورونا، فقعدت فترة طويلة جدا، ولكنها استطاعت أن تحافظ على الميدالية البرونزية. وبالمناسبة هدايا غيرت وزنها 10 كيلو زيادة، فده حطها في ليفل أصعب من اللي كانت فيه بكتير، وقلل من الرانك بتاعها او رقمها في الترتيب، التصنيف بتاعها في الترتيب. فعشان كده هي اجتهدت فوصلت للي حضراتكم شايفينه ده. فالحقيقه الف الف مبروك لهدايه، والف الف مبروك لسيف، وان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف ميداليات قادمه خلال الفتره اللي جايه، لان مصر الحقيقه تستحق اكتر من كده. ان شاء الله ان شاء الله، دي كانت البداية، الأيام القادمة إن شاء الله نشوف ميداليات تانية لمصر. ده بنتكلم عن فرحة النهاردة، وهنفضل مبسوطين وقد إيه مبسوطين بهذه الفرحة.